اهلا بيكم الطريق الطريق الوحش مهما طال له اساسا نظره مهمه جدا لازم تبصوا لها نظره البدايه شوف الطريق ده بدا ازاي قسمنا واحد وصل الى 160 كيلو انت تراه الان 160 كيلو ولكن عنده 30 سنه شوفوا المخدرات خطيره جدا دايما نلوم مين نلوم اللي تعلم المخدرات اللي هو المدمن ونلوم اللي علمه طبعا بنلوم اللي علمه اللي علمه, اللي علمه الادمان بس المدمن نفسه نقول له انت يعني انت اهبل انت اضلط وفاهم الاكل والله ما تقدر تلوم الطفل الطفل ده هيدرك منين؟ تلوم الاب والام اللي علموه انه هو ياكل تحت بند بقى الحنيه الزائدة ده لا مش عايزينه يبقى في نفسه في حاجه كلامنا مش صح يا جماعه طب هل سنه الاطفال تحتاج الى تدخلات جراحيه احيانا تحتاج الى تدخلات جراحيه مقاييسها ايه احنا بنتكلم في طفل له مقاييس معايير سن هنا يلعب دور النمو هيتاثر اسئله كتيره طبعا حول هذا الامر حلقه مثيره جدا سمنه الاطفال مع ضيف العزيز واحد من سوبر ستار عالم جراحات السمنه في مصر والوطن العربي الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه زميل كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على التصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنة اس ار سي نورت الدكتور كريم يعني سعيد سعيد. يعني. يعني وسعيد باختيارك انك نتكلم على سمنه الاطفال هبدا الاول بالكلاسيكيات البديهيه اسباب سمنه الاطفال في البدايه اسمح لي ان انا حضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقه طبعا سمنه الاطفال هي يعني منتشره بصوره كبيره جدا يعني انا عايز يعني اقدم ان احنا بنتكلم على سمنه الاطفال اللي هي فوق سن 10 سنين الناس اللي كسر 100 كيلو نبتدي نختار منهم مين يعمل العمليه م. طبعا سمنه الاطفال يعني قد تكون وراثيه طبعا او جينيه وقد تكون مكتسبة من طريقة تغذية غير صحية ودي يمكن مشهورة لكن احنا مش عايزين نجلد اطفالنا برضو لان هم احيانا بيبقى عندهم الجينات بتاعة زيادة الوزن هي دي السبب الواضح وهو طول الطفل ما زاد وزنه 90 كيلو 100 كيلو 110 خلاص هو مناعة الانسولين زادت في جسمه عنده نهم رهيب بسبب عنده هفتين طول الوقت عايز ياكل طول الوقت وهو الحياة غصب عنه الحقيقه غصب عنه لانه احنا عايزين بقى نساعده لان هو فعلا في وضع ماساوي يعني وضع ماساوي صحي لانه معرض طبعا لكل الامراض اللي هي بتصيب السمنه المفرطه في كل الاعمار مش بس الاطفال يعني هو الطفل مش بعيد خالص عن السكر ولا بعيد خالص عن ويمكن 80% من الناس عندهم سكر من نوع تاني كلهم عندهم سمنه م. عندهم كمان الناس اللي هم الاطفال عندهم مشاكل بقى في التنفس ربما يقطع نفسه بالليل وما تلاقيش بياخد نفسه كويس ويقعد يشخر طول الليل واطفال كتيرة جدا ما بتعرفش تنام على ظهرها بقى سنين يعني بقعد وعندي اطفال كان الجبهه بتاعتهم مسوده من كتر ما بنام على ديسك بالليل ما بنامش بنام على بتنام كده اه اه وبالتالي الجبهه بتاعتها الجلد بتاعها بيسود من كتر قله النوم ليننج فورورد بوزيشن بيسموه في الطب بيميل لقدام انا بحي فريق العمل المصحصح ده اللي آه هو قاعد على مركز طول ما شاء الله يعني. آه على طول صعوبه التنفس الحلق مليان دهون طول الوقت وتلاقي المشكله دي مش بس في الاطفال في الكبار كلهم الناس اللي عندهم وزن زياده بتلاقي عندهم انقطاع في النفس اثناء النوم الوزن الزائد في الاطفال بسبب السمنه المفرطه يعني طبعا بيعرضهم ل تقوس في 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 العظم بتاعهم وبالتالي احنا اسباب كتير للسمنه ولكن احنا بنقدم لهم حل لان هو مجلود اجتماعيا في وسط زمايله ووسط ويمكن اهله كمان الاهل نفسهم كمان احيانا طبعا بيعتبروا ان ده تقصير من الطفل لكن هو مش تقصير الحقيقه يعني هو ربما يكون السمنه خلاص تحكمت فيه الهرمونات اختلفت مناعة الأنسولين زادت، إنها مزاد للأكل بصورة مرضية هو هو مريض، مم. وإحنا عارفين في الطب دلوقتي إن السمنة هي مرض مزمن، إتس أكرونيك ديزيز، أكرونيك إنفلامتر ديزيز اكرونيك انفلاماتوري ديزيز كمان يعني مرض مزمن شديد الخطورة، الطفل اللي وصل الوزن بتاعه زايد اللي كسر 100 كيلو بالتقريب يعني عنده مشكلة بقى في التنفس، عنده مشكلة في العظم بتاعه متقوس، عنده ابتدى بداية سكر يعني طبعا نبتدي نفكر بقى في حل جذري لانقاص الوزن قد يكون باجراء عمليه التكميم آه بعد فشل المحاولات اللي هي التحفظيه بقى بالعلاجات اللي هي المعتاده او التغذيه العلاجيه. بصوا يا جماعه ارجوكم لا تلوموا اطفالكم ولا تتنمروا عليهم ولا تجعلوا عليهم ضغوط مجد. عصبيه مخيفه لانه السمنه هنصلحها بجراحات السمنه هتتصلح لكن او بالعلاجات لكن التنمر والاصابه النفسيه قد لا تندمل ابدا قد لا تنصلح ابدا وتظل هي موجوده في عقل وباطن ضمير الانسان مهم جدا, مهم جداً. نقطه منتهى الخطوره اه ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لطفل عنده سيدنا المفرطه مضاعفاته مش بعيد طبعا عن كل الامراض يعني مشاكل بقى اللي هي الاوبستراكت سليب ابنيه او النفس اثناء النوم تعرضه للسكر الانقطاع النفسي اثناء النوم ده احيانا بيبقى يعني بيعمل له مشاكل كمان في في الشريان الرئوي بتاع القلب يعني ليه مشاكل كتيره مشاكل في المفاصل قد تتعلق بمشاكل نفسيه يصاب بالاكتئاب مشاكل كتيره جدا 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 هو يعني المفروض ان احنا نشيله بقى من ال من من وكمان في البنات الصغيرين البنات الصغيرين اللي عندهم وزن زايد وسمنه مفرطه ما عندهمش دوره اصلا شهريه يعني هتلاقي عندهم انقطاع في الدوره الشهريه وهتلاقي عندهم تكيس المبيض ويمكن 80 ل 90% من الحالات اللي هم دكاتره الناس زمايلنا لما يجوا يعالجوا تكيس المبيض هيلاقي نسبه كبيره جدا 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 عندهم سمنه مفرطه وهيعمل لها ايه؟ يعني هو في الاخر تدهن الكبد مش يعني انتوا يمكن طبعا كاساتذه بطنه الحقيقه طبعا هو انقاص الوزن في الاخر ده رعب في امريكا يعني, يعني الامريكان عندهم رعب بسبب تدهن الكبد اكتر من اي حته في العالم مهتمين بيه جدا وفي الاخر بقى يعالجوا ايه؟ نزل وزنك نزل وزنك يعني مفيش دواء للتدهن الكبد يعني هتقعد تدي بقى فيتامينز وتدي حاجات ليفر وفي وهو في الاخر لازم انقاص الوزن واحنا كلنا فهو طبعا مش بعيد خالص عن الحاجات دي آه يعني فهو طبعا يعني الطفل مش بمنأى عن المضاعفات زيه زي الكبير يعني الكبير طبعا احيانا بيبقى فيه مضاعفات ثانيه زي احيانا الاورام وحاجات ممكن نعملها نعمل لها حالها لكن الاطفال معرضين طبعا لكل المشاكل السابقه وكل المشاكل اللي ممكن تصيب الكبار امتى اتدخل عند طفل أو الطفل من ايده واروح لدكتور، امتى اجي لك بطفل عنده سمنة مفرطة؟ أي سنة أن... اي سمنة مفرطة اي سمنة مفرطة احنا يعني اي سمنة مفرطة تعالى احنا هنعالجك. اللي طبعا منهم ناس او اطفال كتير هتمشي تحفظي يعني السن اللي هو مش قادر ي... مش هيفهم اصلا معنى العمليات ومش هيقدر ان هو يمشي على تعليمات معينة ده بيمشي في سكة التغذية العلاجية اللي هو دايما عاده بيبقى سنهم اقل من 10 سنين م. وليه دكاتره متخصصين عندنا في المراكز هم دكاتره منهم دكاتره اطفال منهم دكاتره تغذيه هو في الاخر لما بيوصل 10 سنين وزاد وزنه كسر ال 100 كيلو في العموم يعني لكن طبعا في باد ماس اندكس وبيتحط او معادل كتله الجسم بيتحط على معامل او الكيرف بتاع النمو ويمكن دكاتره بقى التغذيه عندنا والاطفال اللي عارفين الكلام ده بيحطوه على اذا كان فوق ال 120 البرسنتايل لازم يكون عنده مشكله زي التنفس انقطاع نفس النوم كبد فيه مشكله في عنده بدايه سكر عنده حاجات تقوس مفاصل يبتدي يعمل عمليه اذا عدى ال 140 من غير اي مشاكل مش 140 كيلو هو معادله كده هم بيحسبوها عندنا الدكاتره بيحطوه على الأطفال ليهم حسبه ثانيه غير مش بس بادمان سينكس لأن بادمان سينكس نفسه مع الكيرف اللي هو بتاع النمو ويتحط بقى تشوف فوق ال 140 من غير أي مشاكل ممكن يبتدي يعمل العمليه، وبالتالي ليها حسبه طبيه الدكاتره اللي هم بتوع التغذيه عندنا بيقول لي والله أنا الطفل ده ملوش طريق في التغذيه العلاجيه، الطفل ده الكتله بتاعته ومعديه النمو بتاعه بزياده. وبالتالي ده محتاج لعمليه انقاص وزن زي عمليه التكميم واحيانا بنعمل عمليه تحويل مسار لو في سكر متقدم لكن عاده احنا بنعمل بقى عمليه التكميم لما يكون الوزن طبيا معدي الوزن المسموح به ان هو خلاص فشل في التغذيه او الوزن ده مش هينفع معاه تغذيه علاجيه خلاص يبتدي يعمل العمليه. لكن انصح كل الناس لو كان عنده حتى 5 كيلو زياده 10 كيلو زياده 20 كيلو زياده ليه حلول مش لازم تكون جراحيه قد تكون لفريق التغذيه العلاجيه هو بيبتدي ان هو ينصحوا بالنصائح المعينه او ممكن يبتدي معاه بعلاجات هم ليهم خبره بقى التغذيه العلاجيه كده اذا فشلت الامور يبتدي ناخد مرحله تانية لاجراء عمليه التكميم بالمنظار <applause> انت تفضل التكميم في الاطفال عن تحويل المنظر. انا يعني دي قناعه طبيه يعني قائمه على كلها ابحاث عالميه وجايد لاينز عالميه ولكن انا انا عن نفسي انا بحب عمليه التكميم في الاطفال عملية التكميم في الأطفال هي لا تؤثر على الامتصاص، يعني هي تصغير لحجم المعدة. لا تؤثر على الامتصاص، المتابعات بتاعتها سهلة، يعني أنت مش محتاج تاخد فيتامينات مكثفة مدى الحياة، أنت محتاج فترة معينة ولا تؤثر على الامتصاص وبالتالي لا تؤثر على النمو وبالتالي هي عملية بسيطة، يعني إجراءها حتى بتبتدي تعملها في وقت قصير جدا، مش لازم نقول قد إيه يعني عشان هو لا تتعدى النص ساعة. في معظم الاطفال ودي لاسباب كتيره جدا اسبابها ان جدار البطن اصلا بسيط يعني انت مش جدار بطن بقى بتقعد تتحرك فيه بصعوبه لا ده جدار بطن كده فانت بتتحرك بالمنظار بسلاسه جدا 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 الدهون اللي هي في السن اللي هو بين 10 سنين و15 و20 سنه دهون صافيه يعني لسه لم تلتهب الالتهاب المزمن اللي احنا اتكلمنا عليه لسه ما يعني ما 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 تحجرتش الدهون وبالتالي انت بتشتغل فيها بسلاسه وبساطه. جدار المعده نفسه سلس في الاستبلنج والتدبيس والخياطه فهو عمليه سلسه جدا. الطفل عنده ميزه كمان ان هو ما بيزودش الحاجه اللي هو مش حاسس بيها يعني الكبير بيبقى يعني متوقع الالم فبالتالي ممكن احيانا تلاقي زاد الالم بزياده او او عبر لك عن هو ما فيش لكن الطفل بعد اربع خمس ساعات تلاقيه انسان طبيعي جدا وممكن اطفال بتبقى عايز تروح بنفس بعد اربع خمس ساعات يقول انا قاعد ليه وهو وكمان وب... في الاطفال احنا بنستخدم بقى مش المناظير الكبيره تلسكوب ال 5 مللي ممكن تعمل له بيه ثلاث فتحات فتحتين 5 مللي وفتحه سنتي سنتي ونص. نزول الوزن في الاطفال يعني سريع جدا لان هم بيتحركوا كتير وبتمشوا كتير وعضلاتهم فيها حرق اكتر وبالتالي انقاص الوزن في الاطفال سريع جدا وبالتالي عمليات اجراء العمليات سواء عمليه تكميم المعده بالمنظار او عمليات اخرى طبعا احيانا في اوزان كبيره ضخمه يكون عندهم مشكله في التواصل يعني احيانا في اطفال بيبقوا يعني بيبقوا جايين من من دكاتره الاعصاب او دكاتره النفسيه هم عندهم مشكله اصلا في في التواصل مع المجتمع وامراض كتيره متعدده ما بينفعش معاهم احيانا عمليه التكميم بنحتاجهم في نطاق ضيق ان هم يكونوا نعمل لهم عمليه تحويل مسار بيبقى مصاب بالسكر ربما يكون عنده ارتجاع وعملنا له منظار يكون عنده حالات صحيه معينه بنعمل فيه عمليه تحويل مسار اذا لم يكن هناك داعي قوي لاجراء عمليه التكميم في الاطفال فخلينا في تحويل مسار خلينا في عمليه التكميم يعني بس دي بترجع بقى ل يعني للاختيار على سبيل المثال يعني طفل 200 كيلو هيروح فين يعني هو 200 كيلو, 200 كيلو ده هيروح فين كان سنه كام سنه لما اجرى إيه انا مش فاكر حقيقه بس ده يعني لا يتعدى 11 12, 12 يعني اه يعني بس احنا نتاكد برضو من الاعداد لان في حالات كثيره الحقيقه انا في, حدود 11 12 سنه اه يعني فهو آه الحقيقه طبعا لما طفل يبقى آه يعني آه, اه مش 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 يعني مش, آه يعني مش آه مش اقل من 11 سنه مثلا اه فاحنا طبعا لما يبقى طفل وزنه كبير جدا فانت محتاج ان انت تاخد خطوه فعليه ترجعه الوضع الطبيعي اللي يعيش بيه حياه صحيه وحياه اجتماعيه مظبوطه يتفادى بيها الضغط العصبي اللي بسبب الجلد او التنمر الجلد الاجتماعي يعني او أوه. او او التنمر الاجتماعي الطفل ده في السن ده بيعاني من احيانا من التنمر من زملائه من اصدقائه وساعات من الاسره نفسها الاسره طبعا ما احنا احنا بناكد على ده للمره الاكثر للمره الالف يعني ان الاطفال هم مش سبب زياده الوزن الاطفال احيانا بيبقوا هم يعني ضحيه لجينات في الاسره وتلاقي معظم الاسره عاده بيكون وزنهم كبير او ربما يكون هو الجين ده هو مستنيه يعني من الجيل التاني أو, أو, أو يعني جيل سابق من قبل الجيل اللي عايش ده مش لازم ابوه او او والده او باباه او مامته هو ده يكون عن جد خال عم يعني قصدي هو ربما يكون ضحيه لده نورت وشرفت شكرا ضيفي العزيز الاسم القدير في عالم جراحات السمنه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب بجامعه الشمس المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه والجراحين الامريكيه وصاحب تصنيف جوده الجوده الدولي في جراحات السمنه اس ار سي كان ضيفا مبدعا كعادته في واحده من اهم وارقى حلقاتنا على الاطلاق جراحات سمنه في الاطفال السمنه في الاطفال كابوس مزعج للاسره كلها والطفل هنا إيه معاش يوم من حياته حلو يعني يا اخي الناس اللي بتعاني من سمنه في سن كبير يجيب صور وهو شاب يقول لك ده انا كنت بلعب كوره ده انا كنت رفيع عنده ذكريات وهو في في وزن كويس الطفل ما شافش وشه الحقيقي لما بيخس هيبدا يشوف وشه الحقيقي كمان في حاجه مهمه جدا السمنه من عوامل اثر الاطفال يعني لو لحقنا نعملها قبل البلوغ ممكن جدا جروس هرمون ياثر كويس ويبدا يطول بشكل كبير ده شيء مهم للغايه خليكوا دايما مع الناس الحلوه